موقف العراقيين، موقف الشرفاء، ابناء الساحات الاحتجاجيه، ابناء هذا الشعب ترفض بقوه ترشيح ابن المحاصصه الحزبيه، ابن المحاصصه الدوليه اللي دمرت العراق، الاصلاح والبناء في هذا الهتاف. نبيك يا عراق، نرفض المرشح محمد توفيق حلاوي اللي اجانا من رحم الاحزاب، اللي اجانا مو باسم الشعب، باسم اتفاقاتهم اللي دمروا بها البلد، اكثر من 800 شهيد و24 الف جريح و3000 معتقل. ثاني ما ثاني يجيبون ابن الاحزاب اللي كان وزير لمرتين لوزاره الاتصالات ونائب مرتين بالبرلمان، شنو اللي يقدمه؟ ابن حزب الدعوه كل علي اكس، اذا يطلع واحد يقول باسم الشعب يقول هذا الشعب اللي طلع ورفضك. في كل محافظات العراق، في كل ساحات احتجاج بالعراق، رافضين محمد توفيق حلاوي ورافضين كل واحد يجينا من الاحزاب. وانتم تشوفون اليوم بعينكم، تشوفون الالاف اللي نزلت. قضيتنا قضيه وطن، وطلعنا عليها اليوم، مش كنا ما نتراجع. محمد حلاوي مرفوض، كل الاحزاب مرفوضه. والله العظيم بالعراق اليوم مليونيه. كل الاحزاب شوفوا، ما تمشون على شعب واعي. ثورتنا ثوره حضاريه وسلميه، فما تقدرون تكسرون ثوره قائده شهيد.